اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد نهايه لقاء دور ال 16 ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز وهزيمه النادي الاهلي وخروجه من دور ال 16. اخطاء من اللاعبين جوه الملعب، اخطاء من المدير الفني جوه الملعب، اخطاء ايضا من حكم المباراه. هنتكلم عن كل هذه الاخطاء من خلال ملعب الاهلي. خلوني ارحب بضيوفي مره اخرى. كابتن